لو بصينا على حزم التمويل احسن لحضرتك الشرائح سنلقي عليها، لكن اذا تكرمت حضرتك قدر الامكان قدر الامكان يكون العرض اكثر رشاقه، لكن يعني حضرتك مش مضطره تحذفي اي شريحه من الشرائح، لكن بشكل اوجز لو تكرمت. لو بصينا على حزم التمويل الميسر للقطاع الخاص، وانا بتكلم من 2020 لحد دلوقتي، لانه 2020 زي ما شفنا كانت سنه فيها ازمه كبيره، كان كتير جدا من الدول القطاع الخاص فيها بيعاني بشكل كبير. الدوله المصريه القطاع الخاص استفاد بتقريبا 9.7 مليار دولار تمويلات ميسره في صناعات تحويلية، في قطاع التمويل، قطاعات خدمية، وأيضا بنية تحتية. يمكن عايز أتوقف عند برنامج نوفي، البديل الوطني للتعاون الدولي في مجال المناخ والتنمية. فخامة الرئيس يعني الهدف كان الوصول إلى 42% من مصادر إنتاج الطاقة المتجددة بحلول 2030، وأنه مصر تكون مركز للطاقة النظيفة بما فيها الهيدروجين الأخضر. ده أطلق في COP27. البرنامج نوفي هو مبني على الاستراتيجية الوطنية الكبيرة 2050 في مشروعات ذات أولوية. برنامج نوفي هو مشروعات طاقة ومياه وغذاء، 9 مشروعات ذات أولوية. هذه المنصة بتتيح منح لدعم المشروعات، مبادلة ديون، مساعدات فنية لتأهيل المشروعات وإعداد الجدوى، ضمانات ائتمان، استثمارات للقطاع الخاص، وتمويلات إنمائية ميسرة من صناديق تمويل متعددة. كل ده بهدف جذب القطاع الخاص في المشروعات 9. هذه المنصة بديل وطني عن ما قامت به مجموعة 7، وبتعتبر تجربة هامة جدا لعمل المناخ والتنمية، ودي بعض الشركاء اللي بيشتغلوا معانا في تنفيذ هذه المنصة. مرة أخرى هي منصة وطنية، المشروعات وطنية، ولكن بنستفيد من الشراكات الدولية في ده. التوسع في الشراكات الدولية، هتكلم على انضمام مصر لبنك التنمية الجديد في إطار سعينا لزيادة التحالفات المختلفة. هذا البنك هو بنك بيعتبر بنك بريكس، احنا انضمينا في مارس 23، وبنقوم حاليا بصياغة استراتيجيتنا الجديدة مع البنك، خصوصا في ظل انضمام مصر للبريكس. عندنا لجان مشتركة عديدة، هذه اللجان بتفتح آفاق للتعاون والاستثمار مع دول عديدة، منها المجر، منها أوزبكستان، منها دول زي فيتنام، وأيضا في جنوب أمريكا، وطبعا في الدول العربية زي الربط الثلاثي ما بين الأردن والعراق ومصر. التعاون الاقتصادي جنوب، احنا قلنا انه كتير جدا من شراكاتنا الدولية بيبقى فيها تبادل خبرات، ولكن اصبح النهاردة حجم مشروعات مع الشركاء بيبقى فيه إمكانية كبيرة جدا لتكرار هذه التجربة في دول أخرى، وده اللي حاصل في الوقت الحالي، إنه مع شركائنا اللي شفناهم إحنا بنقدر إنهم نستضيف صانع قرار من دول أخرى للتعرف على كيفية تنسيقنا مع الشركاء المختلفين لتنفيذ مشروعات وطنية. نماذج من التعاون جنوب، عندنا ربط سكك الحديد بين مصر والسودان، الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والربط الكهربائي ما بين جمهورية مصر العربية والسعودية، ودي الشراكات المختلفة في هذه المجالات. الحفاظ على مبدأ الشفافية المتبادلة مع الشركاء، عندنا نظام مميكن لمتابعة هذه المشروعات، وده نظام مهم جدا، لأنه هذا أو متابعة المشروعات بتحدث بشكل دوري، بيبقى فيها أكتر من جهة لتذليل أي معوقات لتنفيذ هذه المشروعات. مرة أخرى إتاحة كافة البيانات الخاصة بالشراكات الدولية، المشروعات، حجمها، مين بينفذها، كل ده موثق موجود في تقارير دورية، وأيضا في رابط إلكتروني كان فيه دائما. إحنا أيضا مسؤولين عن الترويج لهذه المشروعات الوطنية في المنصات العالمية، ولينا أكتر من شراكة وده موجود. هختم بإعادة هيكلة النظام المالي العالمي. فخامة الرئيس في المشاركة في تطوير عمل مؤسسات التمويل الدولية، وده حاصل بقاله تقريبا سنة ونص. كان في 3 أهداف حضرتك شددت عليهم، خطة شرم الشيخ للتنفيذ الخاصة بزيادة حجم التمويل المتاح للدول النامية، تيسير النفاذ للتمويل،
تبني أدوات تمويل ميسرة تتوافق وظروف الدول المختلفة، وده للحفاظ على الهدف الأساسي لتلك المؤسسات وهو التغلب على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وبالتالي ما يبقاش فيه تعطيل للتنمية من خلال العمل المناخي. يمكن اتساقا مع التوصيات قمنا مع شركاء كثر بإطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل خلال مؤتمر شرم الشيخ، وده لأول مرة يبقى فيه تعريف للتمويل العادل، هو التمويل الذي يوازن ما بين المسؤولية التاريخية وزيادة التمويلات المستدامة المخصصة للعمل المناخي. أيضا الدليل بيوصي، وده أمر إحنا موجودين فيه، أنا بشرف أني محافظ مصر في أكتر من مؤسسة تمويل دولية، وكل مؤسسات التمويل التنموية الدولية شغلها بيبقى مع وزارة التعاون الدولي. إحنا بنعمم، بنحاول تعميم مبادئ التمويل العادل عبر أنشطة التمويل بشكل عام، تحسين التصنيف الائتماني للبلدان المتوسطة ومنخفضة الدخل، حشد تمويلات إضافية من خلال تشجيع المشاركة ما بين القطاعين العام والخاص، معالجة المخاطر المتوقعة والحقيقية الخاصة بالأسواق النامية والنشأة، والاعتماد على آليات التمويل المختلط، ومنصة نوفي بتعتبر تنفيذ فعلي لمثل هذه التوصيات اللي احنا في كل منتدى دولي بنحضره النهاردة فكرة إعادة هيكلة النظام المالي بيتصدرها. شكرا جزيلا يا فندم.